الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، مع حضراتكم أسامة جاد، برودكت مانجر شركة تريند فارم. بتشرف إن أكون موجود مع حضراتكم النهاردة لعرض برودكت هو هيماكتين لحالات أيرون ديفيشنسي أنيميا. هيماكتين دكاترة هو عبارة عن برودكت بيحتوي على فيروس فيوميريت تركيز 54.2 مللي جرام، بيوفر للبيشنت حضرتك 18 مللي جرام اليمنتال اير بلس فوليك اسيد تركيز 400 مايكرو جرام بلس فيتامين بي 12 تركيز 2.4 مايكرو جرام. ما يميز الهيماكتين دكاترة هو برودكت ايديال لعلاج حالات ايرون ديفيشنسي انيميا، وخصوصا في اعداد حضراتكم، ان هيماكتين بيوفر لبيشنت حضرتك النسبه الاديكوات اللي بيحتاجها البيشنت اللي قالت عليها الار دي اي ريكومندد دايتري الاونس دوز بالنسبه للاير. بيشنت حضرتك محتاج ار دي اي ريكومندد دي الاونس دوز، لو ميل بيحتاج من 8 ل 11 مللي جرام اليمنتال اير بير دي. طيب لو في ميل بتحتاج اراوند من 15 ل 18 مللي جرام اليمنتال اير بير دي. هيماكتين بيوفر لحضرتك 18 مللي جرام اليمنتال اير، which is compatible with الار دي اي اللي قالت عليها الاف دي اي. معنى كده ان الهيماكتين ما بيديش للبيشنت اوفر دوز من الاير، والاوفر دوز طبعا مسؤول عن ان البيشنت بيبتدي يخش في جي اي تي ديستربنس، سواء كان كونستيبيشن او دايريا او ستومك كرامب او نوزيا او طبعا بلاك ستول اللي بتبقى مينلي انديكيتور لوجود اوفر دوز من الاير. لا، هيماكتين ما بيديش اوفر دوز من الاير، بيقلل من حدوث كل جي اي تي ديستربنس، وده بسبب ان الهيماكتين بيحتوي على اديكوت كونسنتريشن ال 18 مللي جرام اللي قالت عليهم الار دي اي البيشنت محتاجهم يوميا. هيماكتين كمان مش بيوفر ايرون بس بالنسبه للبيشنت، لا، هيماكتين انتجريتد برودكت بيوفر 400 مايكرو جرام فوليك اسيد. هيماكتين بيوفر للبيشنت كمان فيتامين بي 12 بتركيز 2.4 مايكرو جرام، which is compatible with RDA او الريكومندد ديلي الاونس دوز اللي قالت عليها الاف دي اي. عشان كده احنا دايما بنقول على هيماكتين هو انتجريتد برودكت بيوفر لبيشنت حضرتك 18 مللي جرام اليمنتال اير، 400 مايكرو جرام فوليك اسيد بلس 2.4 مايكرو جرام فيتامين بي 12، كل الانجريدينت اللي البيشنت محتاجه عشان ارفع معاه الهيموجلوبين واكون ار بي سيز، وزود اوفر دوز ممكن تدخل بيشنت في كومبليكيشن، خصوصا جي اي تي كومبليكيشنز. بلس كمان دكاتره ان هيماكتين موجود في فورم سوفت جيلاتين كبسول، وهنا سوفت جيلاتين كبسول مسؤول عن ماسكينج لاي ميتاليك تيست موجود بيتسبب فيه الاير. عشان كده الهيماكتين بنوعد حضرتك ان مفيش ميتاليك تيست البيشنت هيشتكي منه. هيماكتين بيدي اديكوت كونسنتريشن اوف اير وزود اوفر دوز، بيقلل مع حضرتك الكونستيبيشن او الجي اي تي ديستربنس. هيماكتين كمان موجود فور سوفت جيلاتين كبسول، نو ميتاليك تيست مع الهيماكتين البيشنت هيشتكي منه. هيماكتين انديكيتد طبعا لحالات، كل حالات الايرون ديفيشنسي انيميا اللي يعني اللي بتيجي حضرتك في العياده، سواء كان سيمتومز فاتيج او شيست بين او فاست هيرت ريت او كولد هاندز اند فيت هير لوس بريتل نيلز ريكارنت هيدك ديزنس او ديبريشن، كل السيمتومز للايرون ديفيشنسي انيميا هيماكتين الحمد لله بيقدر يعالجها. اخيرا الدكاتره بنقعد حضرتك مع الهيماكتين، الهيماكتين بيقدر يرفع مع حضرتك هيموجلوبين ليفل من 1 ل 2 جرام بير مانث، وكمان بيحافظ على كومبليانس البيشنت، بيحافظ على كومبلاينس البيشنت مع حضرتك. حضرتك مع الهيماكتين البيشنت ما بيوقفش الحديد، ما بيشتكيش تقريبا من سايد افكت. هيماكتين اولا بيدي حضرتك اديكوت كونسنتريشن اوف اير ليست كونستيبيشن، هيماكتين سوفت جيلاتين كبسول نو ميتاليك تيست. رقم ثلاثة طبعا يا دكاترة، هيماكتين ويز فيري 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 افوردبل برايس، هيماكتين 20 سوفت جيلاتين كبسول برايس 36 جنيه، ايكونوميك برايس جدا بالنسبه للبيشنت حضرتك. اخيرا هيماكتين بيبقى دوز وانس ديلي، مره واحده في اليوم. في النهايه دكاتره يعني باكد على حضراتكم ان هيماكتين
انتجريتد برودكت 18 مللي جرام اليمنتال ايرون 400 مايكرو جرام فوليك اسيد 2.4 مايكرو جرام فيتامين بي 12. ثانك يو فور ماكتين. شكرا حضرتك. The third product we discussed here is GIP concerning retroviral dose constipation or functional dyspepsia for GIP functional disorder. GIP composition: each soft gelatin capsule composed of peppermint oil concentration 17 mg, caraway oil 17 mg, ginger oil 17 mg, fennel oil 17 mg, chamomile oil 17 mg, on a base of olive oil at concentration of 100 mg. GIP treats symptoms of gastrointestinal disorder, specific functional dyspepsia, postprandial distress syndrome, epigastric pain. The second indication is irritable bowel syndrome with constipation, abdominal pain, and constipation. For the first indication, irritable bowel syndrome with constipation, is the first composition is the fennel. By active ingredient anisole, stimulated gastrointestinal motility, anti-spasmodic effect, culminative effect, enhanced gastric juice production. The second active ingredient is chamomile, bisabolol oxidized. Has two benefits for the irritable bowel syndrome patient: relaxing smooth muscle of intestine and has anti-inflammatory effect. We discuss here a study for 45 patients complain of irritable bowel syndrome with constipation. The parameter is a severe abdominal pain. The second parameter is the constipation dominancy. The third parameter is the painful defecation. At the first visit and second visit after 2 weeks, there is improvement by 82% the patient had chamomile. الكونستيبيشن دومينانسي امبروفمنت 100%. كل البيشنت اللي خدوا كومواير ما كانش ما بقاش عندهم كونستيبيشن نهائيا. البارامتر الثالث البيب فورتيفيكيشن حصل امبروفمنت بنسبه 89%، وده بياكد ان الكومواير ليه تاثير قوي جدا على حالات الريتابول سندوم مش كونستيبيشن. The third active ingredient في حالات الريتابول سندوم مش كونستيبيشن is the olive oil. بالاضافه ان هو ليه افكت سريع في الامتصاص، لا ليه كمان لاكستيف افكت، فيساعد البيشنت اللي عنده كونستيبيشن انه يتخلص تماما من حالات الكونستيبيشن اللي عنده بالنسبه لحالات الريتر باور سندوم. ذا سكند انديكيشن از ذا فانكشنال ديسبيبسيا. There are two synergistic effects between two products. The peppermint oil by menthol, caraway oil by carvinol have a good synergistic effect على حالات functional dyspepsia. اليوم antispasmodic effect, anti-flatulent effect, and enhanced by secretion. وده ظهر من خلال study اتعملت in comparison بواحد من اهم البرودكت او المولكيول اللي كانت موجوده لحالات الفانكشنال ديسبيبسيا اللي هي مجموعه السيسبرايت. اتعملت الدراسه ديت على 118 بيشنت سفرنج فروم فانكشنال ديسبيبسيا. افتر 2 ويكس ذير از ذا سيم افكت اوف ذا سيسبرايت في الفريكوينتي اوف بين والديلي سيمتوم سكور ويز اوت اني سايد افكت البيبرمنت اند كراوي اويل. وبالتالي هو سيجنيفيكانت يعمل امبروفمنت لحالات الفانكشنال ديسبيبسيا ويزن 2 ويكس. دي كانت من الدراسات اللي اتعملت على مولكيول كومبارزون مولكيول السبرايد. ذا ثيرد اكتيف انجريدينت في حالات الفانكشنال ديسبيبسيا الجينجر البيتا زنجبيرين. significantly increase gastrointestinal motility, stimulated gastric emitting, وليه anti emetic combinative effect, واخر حاجه enhance bile flow والdigestive secretion. بكده ال GIP ك product ال Trend Pharm first choice في حالات الديسبيبسيا والريتوبا سندوم والكونستيبيشن، reduces frequency of pain والديلي سيمتوم سكور compared with Cisapride, significantly increase gastrointestinal motility, highly effective
in achieving a constant relief of gastrointestinal symptom, decrease the metabolic syndrome symptom effectively within 2 weeks, easily taken form as a soft gelatin capsule, improve the quality of life بالنسبة للبيشنت عندهم functional dyspepsia with a bowel syndrome with constipation. Dose one capsule 3 times daily. بنقول في وسط الاكل او بعد الاكل على طول. الباكج 20 سوفت جيلاتين كبسول على 2 ستيبس. Any question? Thank you. Thank you.